في الفترة الأخيرة تم تطوير مستشفى حميات العباسية، وكمان تم تطوير مجمع رعايات أطفال حميات العباسية، وده في إطار حرص وزارة الصحة على الاستثمار في البنية الصحية لتوفير جميع الخدمات العلاجية لمواطنيها بجميع المراحل العمرية وفي جميع كمان أرجاء الجمهورية. في الفقرة دي دينا هنتعرف على تفاصيل أكتر عن مشروع تطوير المستشفى العريقة حميات العباسية من الدكتورة أميمة السيد، نائب مدير مستشفى حميات العباسية، مدير إدارة التخطيط والتطوير، اللي منورانا في صباح الخير يا مصر. أهلا بيك دكتورة أميمة. أهلا بحضرتك. أهلا. كتير مننا بنسمع عن مستشفى حميات العباسية لكن ما نعرفش إن هي مستشفى تاريخيا لها تاريخ عريق جدا، انشئت 1893. عايزين نبتدي كده من حضرتك نعرف اكتر عن النشأة التاريخية والخلفية التاريخية لحميات العباسية. مستشفى حميات العباسية هي مستشفى فعلا عريقة جدا. هي كانت في مكانها هو صحراء الريدانية في التاريخ. صحراء الريدانية كانت مدخل من المداخل اللي الجيش الانجليزي دخل منه، احد المداخل يعني. واول جيش انجليزي كان اول ما بيدخل بيعمل مستوطنات او سكنات للجيش. فأول ما دخل أقرب مكان ليه، أقرب نقطة عمل فيها سكنات الجيش وسكن الجيش فيه كل حاجة. لحد ما جه بقى وباء الكوليرا الأولاني خالص اللي جه في مصر أيام الإنجليز. في الوقت ده يعني كل المستشفيات اللي هي كانت أو كل سكنات الجيش حصل فيها وباء، فكانوا بينقلوا الناس لحميات العباسية فيخفوا يشفوا، فسموها بقى إيه، مشفى. مشفى لأنها كانت لاحظوا إن العيانين في أماكن تانية في الشرقية في المعسكرات اللي كانت منتشرة في مصر يعني، لما بينقلوهم حميات العباسية بتحصل لهم حالة من الشفاء فسموها مشفى. ومن ساعتها وهي فعلا مشفى للأمراض المعدية. هي طريقة البنى بتاعتها، الديزاين بتاعها، المباني أخذ الطراز الإنجليزي ومتفرقة بعيدة وعلى توسع أفقي، فده بيعمل نوع من السبيسنج، ده بيعمل نوع من يعني عزل العدوى عن المجتمع. جميل. بطريقه معينه كمان مدروس اتجاه الرياح بتاعها يعني. حتى اتجاه الريح نفسه ما بيخليش المرض ينتشر يعني. ومن ساعتها الحقيقه والمستشفى دي هايله جدا طبعا، والاوبئه والامراض يعني. مثلا حضرتك تفتكر السواين فلو اللي كان في 2009 2010 اللي هو انفلونزا الخنازير. ايوه. احنا طبعا المستشفى قامت بدور هايل جدا فيه. لسه الكورونا كورونا طبعا كان ليها دور كبير في 20 العباسية. قعدنا سنتين تقريبا في قصه الكورونا. فاحنا يعني خط دفاع اول لمصر يعني، او للوقايه من الامراض والاوبئه. طيب هل مستشفى حميات العباسيه دلوقتي فيها اداره للتخطيط والتطوير؟ يمكن حضرتك يمكن كنت بتحكي بس كده تاريخيا احنا ازاي تم بنائها بطريقه معينه، ده التخطيط والتطوير. استمراره ازاي ان انا يكون عندي استمرار ان انا يعني مركزيا او من داخل المستشفى يكون لي اداره، ده فادت المستشفى حميات العباسيه في ايه؟ عادة إدارات التخطيط والتطوير بتبقى إدارات مركزية يعني، بتبقى موجودة في المديريات. إحنا أول إدارة تخطيط وتطوير موجودة في المستشفى هي في المستشفى عندنا. داخليا. إنما هي بتتبع طبعا إدارة مركزية، وعادة المفروض يعني المستشفيات الحكومة بتبقى ليها إدارة مركزية. لكن الإدارة دي اتعملت الحقيقة لأن يعني كان في مشروعين اتعملوا مهمين جدا في سنة 2014 و2015. بناء عليهم شافت القيادات انها تعمل اداره داخل المستشفى يعني. وانا طبعا كنت المديره بتاعتها وقتها، وعملت طبعا فريق هايل جدا، وعملت وقتها الكلام ده كان في اخر 2015، فعملت يعني استراتيجيك بلان كده، خطه استراتيجيه على 10 سنين من 2016 ل 2026 احنا ماشيين فيها وماشيين مع الجدول الزمني بتاعها، وعرضناها طبعا وقتها على الاداره المركزيه ووافقت عليها وبتتابع معانا. دكتورة مهمة، الإدارة الطبية ليها مهارات خاصة جدا، وكمان أي حد بيدير منشأة طبية لازم يديرها وفقا للمعايير الدولية والعالمية. كلمينا عن الخطط الخاصة بتطوير حميات العباسية، لو حابين من حضرتك كده نظرة من داخل المستشفى، الأقسام، الأجهزة، الكادر الطبي الموجود واللي بيعمل داخل المستشفى. المستشفى في البدايه يعني احنا يعني بدايه التطوير من واجهتنا مشكله السواين فلو، كانت عارف حضرتك كان في يعني حاله ذعر في المجتمع من السواين فلو. احنا فعلا بنعرض كمان مجموعه من الصور دي، يمكن حضرتك قلت لنا عليها، تشوفوا التطوير في الاجهزه والتوضيبات
والانشاءات كلها موجود، تطوير كبير جدا في مستشفى حمايات العباسيه وفي النظام الاداري كمان لاستقبال المرضى. ايوه بالظبط. يعني احنا اكتشفنا المشاكل اللي عندنا من السواين فلو الاولاني. الاماكن كانت صغيره، يعني الاستقبال كان صغير، كان لازم يكبر. اكتشفنا ان احنا بيجي لنا نسبه اطفال كبيره جدا. الامراض المعديه على فكره بتنتشر اكتر في الاطفال، فجهاز المناعي بتاعهم لازم يعني عرضه اكتر للاصابه بامراض معديه، لازم نعمل لهم قسم خاص بيهم. اكتشفنا ان احنا المريض اللي بيجي لنا هو مريض عنده مرض مزمن، ممكن مريض مثلا عنده القلب مثلا مرض مزمن بتاعه وجاله عدوى ودخل عندنا، فاحنا بنتعامل مع المرض المعدي لكن بقيه الامراض مش تخصصنا. صحيح. فكان يجب ان احنا نضيف التخصصات المكمله علشان لما نستقبل مريض عنده مرض مزمن او اي مرض تاني نقدر نتعامل معاه. فدي كانت الـ يعني زي ما تقول حضرتك الكونسبت او المفهوم اللي اتبنى عليه التطوير. ان احنا نوسع المنشات، نطور القديم، ممكن نضيف خدمات جديده في منشات جديده، ان احنا نجيب تجهيزات حديثه، وان احنا نوسع. في كم داخل المستشفى؟ يعني كم وحده او منشاه جواها؟ هي الوحدات هم 40 وحده، يعني هي وحدات صغيره كده شكلها لطيف جدا زي الكومباوند كده زي الفيلل يعني. هو بتقدر يعني تستوعب كم مريض؟ هي استيعاب المستشفى. هو احنا معدل التردد اليومي على الاستقبال بيوصل يعني ساعات يوصل 1000 حاله في اليوم. لكن احنا مثلا وقت الكورونا كنا بنستقبل بال 15000 وال 20000 حاله في اليوم، لان طبعا مصر كلها بس دي محتاجه برضو يكون في نظام يعني موجود باحكام شديد جدا علشان نقدر نعالج كل الحالات دي. يعني لو اي حاجه من غير نظام هو مش هيقدر يسيطر على العدد احنا ده. طبعا بيبقى في عندنا حاجه اسمها اداره الازمات والكوارث، دي طبعا اول ما بيبقى في حاجه زي كده احنا بنتنبه ان في كارثه جايه، او منظمه الصحه مثلا بتعلن عن وباء جاي. فبنرفع الحد يعني الحد الاقصى في الطوارئ طبعا، وبنعمل بقى اداره ازمات وكوارث وبنتصرف. يعني احنا طول عمرنا يعني اكيد قابلتك صعوبات وتحديات ومعوقات كبيره جدا اثناء التطوير، يعني من ابرزها كان ايه؟ صحيح، هو كلمه تطوير دايما بتلاقي قدامها معوقات تحديات كده. يعني اي حد بيدعو للتطوير غالبا بيقابل يعني بتحديات. دي حاجه بس دي اسهل حاجه على فكره، ان احنا نتكلم مع الناس وكده دي اسهل حاجه. اصعب تحديات عندنا في مستشفى حمايه العباسيه هو وجود اوبئه كل شويه. طبعا الوباء الكبير بتاع الكورونا ده كان كبير كل الناس عارفاه، لكن احنا ان بتوين كده بتلاقي في عندنا برضو شويه موسم حج مثلا فبنخلي. صحيح. في حاله طوارئ، موسم تسمم حاجه فبيبقى فيه، فاحنا دايما بيبقى عندنا فترات توقف في الاعمال التطويريه نتيجه مش هنشغل الناس وفي امراض معديه. التحدي الاصعب بقى في موضوع التطوير بالنسبه لي، لان انا بعتمد على دعم المجتمع. يعني انا الاداره بتاعتي بتعتمد 100% على دعم المجتمع المدني، ودي حاجة رائدة وماشية دلوقتي جدا مع توجه الدولة طبعا. ويمكن معالي وزير الصحة كان لسه بيتكلم عن أهمية دمج المجتمع المدني مع القطاع الحكومي. يعني حاجة بتبقى ناجزة جدا. ده حققتيه ازاي دكتورة أبيبة؟ يعني ده توجه طبعا زي ما حضرتك قلتي للدولة المصرية وزارة الصحة، انه مش بس مسؤولية وزارة الصحة هي المسؤولة عن المستشفى، لكن في دور للمجتمع الأهلي والمدني رجال. صح. الأعمال. حضرتك كمديرة للإدارة دي إزاي بقى انفتحتي على المجتمع المدني وعلى رجال الأعمال عشان يساهموا في رفع مستوى الخدمة الصحية لمستشفى الحميات؟ في البداية جت بالصدفة الحقيقة، إن وقت السواين فلو زمان اللي هو الإنفلونزا الخنازير، لما لقينا المشاكل عندنا كتبنا بعد ما خلصنا الأزمة دي طلبات إن احنا عايزين نطور حاجات معينة ورفعناها للجهات المعنية، فأدرجونا في الخطة التطويرية. بس كل مرة كان بيبقى مشكلة في الإيه، في التمويل، يعني ما فيش ميزانية، وده طبيعي طبعا لان الحكومه يعني وزاره الصحه دي مسؤوله عن كل مستشفيات البلد، فيعني احنا ممكن دورنا يتاخر شويه. فقلنا طب احنا هنقف ساكتين نحاول نعمل حاجه. انا على المستوى الشخصي بشكل عفوي جدا راسلت 76 جهه من رجال الاعمال بشكل ايه يعني من نفسي تطوعي من نفسي، يعني ما كنتش لا مدير التطوير ولا لا ما مهم. كنتش ساعتها مدير التطوير ولا اي حاجه، كنت لسه دكتوره عاديه بكشف في المستشفى. بس شفت حالات انسانيه جدا قدامي وحبيت قلت اساعد، يعني ممكن يكون في ايدي حاجه. حضرتك تطوري شايفه ان الدنيا لازم تحتاجي. حاولت فعملتهم جوابات مسجله بعلم وصول، فجهه واحده بس من ال 76 اللي ردت عليا. فعملنا اول وحده مناظير في المستشفى، مناظير جهاز هضمي بالجهه دي، وكانت وحده ناجحه جدا لدرجه ان الوزاره غيرت اسم المستشفى بدل مستشفى الحميات العباسيه للجهاز الهضمي والكبد والمناظير والحميات. نتيجه نجاح هذه الوحده.
وبعد شويه كان عندنا مرض خطير اسمه جاز جانجرين اللي هو الغرغرينه الغازيه. ده مرض معدي جدا بالكونتاكت باللمس يعني، وده مرض خطير جدا، فكان لازم يتعمل له رعايه مركزه خاصه بيه، ما ينفعش يدخل مع الناس كلها كده. عملناها برضو يعني بتطوع مع جهه مجتمعيه. فالحقيقه القيادات وقتها شافت ان طب طالما بنعمل التطورات دي في المستشفى، طب نعمل بقى ايه اداره داخليه في المستشفى تدير التطورات. وده اتعمل لي سنه في اخر 2015. في يوم 24 سبتمبر الماضي وزير الصحه تم افتتاح قسم الاطفال الجديد، تفاصيل اكتر عنه، لان طبعا احنا داخلين على فصل الشتاء، وطبعا بتزيد الامراض المعديه بنسبه كبيره قوي للاطفال، وحساسيه الصدر والادوار البرد والانفلونزا. يعني ده كان اسعد يوم في حياتي بصراحه، لان ده حلم ان احنا نعمل يعني قسم اطفال بالحجم ده، ونعمل فيه اول 30 سرير رعايه في مصر كلها يتعامل مع الاطفال امراض معديه وبائيه. ده حلم لينا كلنا في المستشفى الحقيقه اتحقق الحمد لله بفضل طبعا دعم المجتمع المدني وخاصه البنك الاهلي المصري. يعني لازم اقول طبعا لانه يعني الموضوع ده هايل جدا وفرق معانا. مستشفى كبيره بتحتوي على 52 سرير، منهم 30 سرير رعايه مركزه و22 داخلي، وكل الخدمات بقى الخاصه بالمستشفى. وعايزه اقول لحضرتك ان من تاني يوم يعني سياده الوزير لما زارنا هو شاف بنفسه موجود حوالي مثلا في حدود 10 عيانين في الرعايه. النهارده احنا فول كاباسيتي، الرعايه مليانه، نسبه الاشغال 100%، قوائم الانتظار طبعا انعكس ده عليها، انخفضت طبعا، والحمد لله يعني الرعايه ماشيه بشكل جميل جدا الحمد لله. حضرتك قلت من شويه تعبير حلو جدا، فكره انه مستشفى الحميات هي خط الدفاع الاول ضد الامراض المعديه في مصر. صح. وفعلا يعني بتاريخها وبالكادر الطبي اللي موجود فيها. عايز اسال حضرتك، في اوقات الازمات طبعا عينينا على طول بتروح لمستشفى الحميات، عندنا الانفلونزا، الخنازير، او الكورونا، وباء كورونا او غيره. في الاوقات العاديه ايه ابرز المترددين على مستشفى الحميات؟ ايه ابرز الامراض المعديه اللي انتم بتستقبلوا مرضى بيها وبتتعاملوا معاها ازاي؟ ابرزها التهابات المخ مثلا، اللي هي التهاب البكتيري السحائي يعني والتهاب الفيروسي. امراض زي التيتانوس، زي الملاريا. الملاريا طبعا حضراتكم عارفين طبعا لما في ناس كتيره بتيجي من السودان ومن افريقيا بدات يبقى في حالات. لا يعني طول عمرنا انا بتكلم، لا ما بداتش، واحنا على طول عندنا طول الوقت هم بييجوا يتعالجوا هنا في مصر. لا ما فيش دلوقتي يعني ما فيش اوت بريك لحاجه دلوقتي. هو العادي بتاعنا ان احنا بنشوف الحالات الامراض المعديه لشديده العدوى. مثلا في حاجه موجوده في المجتمع اللي هي الريبس اللي هو عض الكلب ده. مرض طبعا ده معدي وقاتل ومميت، وبنحاول بندخله عندنا طبعا في المستشفى. جميع الامراض اللي فيها حراره وسخونيه، جميع امراض الحميات في البطن عموما. الحميات احنا عندنا نوع شهير جدا من الحميات اسمه حمى مجهوله السبب. ممكن يوصل العيان انه يبقى سخن 6 شهور مثلا ومش عارفين، يعني ما حدش بيعرف يشخصه. طبعا دي حالاتنا بقى، الحالات الاساسيه بتاعتنا. جميع حالات الراشز اللي هي الطفح الجلدي في الاطفال. كل الحاجات اللي هي يعني معديه وقابله للعدوى او بتعدي بتبقى موجوده. طبعا حاجات الكبد، كل الحاجات يعني اللي هي بتاعتنا. طيب. الامراض بتاعتنا المعروفه يعني. ايه المشروعات اللي هيتم افتتاحها قريبا في حميات العباسيه، وايه المشروع بقى اللي حضرتك بتحلمي بيه؟ قريب جدا ان شاء الله هنعمل اول، يعني هنفتح ان شاء الله في خلال 3 شهور كده تقريبا، هنفتح اول مستشفى متكامل داخل المستشفى لمرضى نقص المناعه المكتسبه. مرضى نقص المناعه المكتسبه الاتش اي في، هيبقى عندهم اول مستشفى في مصر موجوده عندنا ان شاء الله. هم اصلا عياننا ومترددين علينا، بس المستشفى دي هتخلي الموضوع اكثر تنظيما يعني، ونقدر نستوعبهم بشكل كويس ونعمل خدمات كويسه. وهنفتتح كمان قسم اشعه جديد، ووحده اسمها وحده الاجهاد الحراري. اجهاد حراري احنا بننزل الحراره لاعلى من 42 و41، اعلى من 40 عموما، 40 41 42. الحراره دي ما بتنزلش باي مخفضات ولا حاجه، ليها طريقه معينه كده باستخدام الميه يعني، وحاجه ليها تكنيك معين. فعاملين وحده اوتوميتد يعني كلها اوتوماتيك، دي اول مره فعلا تتعمل وهنشوفها ان شاء الله قريب. ان شاء الله. يعني هو اخيرا بس ايه المشروع اللي حضرتك بتحلمي اللي بحلم بيه فعلا واللي نفسي اعمله، وده متهيألي ان هو مشروع قومي، هو معهد فني للتمريض. احنا بالفعل بداناه في المستشفى، بنينا جزء كبير منه وعايزين نستكمله، لانه هيخرج في السنه الواحده 480 ممرضه. ودي ثروه يعني قوميه.
480 ممرضة سنويا هنعمله، مش هنخرجهم ممرضات عاديين، هم هنلتزم بمناهج الوزارة، ولكن احنا ناويين نعمل لهم ديفلوبمنت كده في السكيلز بتاعتهم، نديلهم حاجات يعني ترفع نفسيتهم ومهاراتهم وتأهلهم للعمل بشكل كبير في مستشفى حميات العباسية. احنا اكيد غير حميات العباسية احنا هنصدر لمصر كلها ان شاء الله. لا يعني طبعا ده احنا بنوجه ده، بنضم صوتنا لصوت حضرتك، وان شاء الله يكون نداء لكل منظمات المجتمع المدني انها تقدر تشارك وتساعد في ده. بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا. شكرا والله دكتورة أميمة سيد عبد الرحيم، نائب مدير مستشفى حميات العباسية للتطوير ومدير إدارة التخطيط والتطوير، نورتينا. شكرا جزيلا. شكرا.